بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل وياكم المحاضرة الأولى لمادة المغناطيسية في الكورس الثاني الخاصة لطلبة قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة الكوفة، ونرحب بكم مرة أخرى. في هذه المادة نقدر أنه نلخصها في خمس فصول مهمة أو وحدات مهمة، أنه المجالات المغناطيسية، هذا الفصل الأول راح يكون اللي راح نتطرق إلى القوى المغناطيسية، أو فد مقدمة بسيطة على مادة المغناطيسية وتطبيقاتها إلى آخره. أما الوحدة الثانية راح تشمل مصادر القوى المغناطيسية وكيفية، أو عفوا مصادر المجال المغناطيسي وكيفية حساب المجال المغناطيسي لمصادر مختلفة، يعني كيف نحصل عليه من ملف أو من سيل وهكذا. عندنا تطبيقات قانون فاراداي والتطبيقات المهمة في المحركات وكيفية حساب الجهد الكهربائي المتولد من خلال المحركات أو عفوا من المولدات وإلى آخره. أما الفصل الرابع راح يتمثل لنا بالحثية المتولدة داخل الملف، سواء كان حث ذاتي أو حث متبادل كما موجود في المحولات وإلى آخره، وتطبيقات بسيطة وسلسة. هاي محاضرة واحدة إن شاء الله نقدر في الفصل الرابع راح يكون هو. أما الفصل الخامس هم كذلك نحاول نلخصه بمحاضرة واحدة، أنه المجالات التيار المتناوب الموجود والتمار عليكم سابقا وكيفية ربط المتسعة مع والملف وإلى آخره. هذا كل ما موجود عندنا في المغناطيسية. الآن ننتقل إلى الوحدة الأولى والمجال، المجالات المغناطيسية. مجالات المغناطيسية الفصل الأول تحت عنوان المجالات المغناطيسية راح يكون عندنا عدة محاور به. المحور الأول هو نحاول بشكل تاريخي مقتصر ونسلط الضوء عليها، على مفهوم المغناطيسية وتطبيقاتها وأهميتها لحياتنا اليومية. أما عندنا المحور الثاني راح ننتقل إلى الموضوع، صلب الموضوع هو المجال المغناطيسي والقوى المغناطيسية. مثل ما كان عندنا قوة كهربائية ومجال كهربائي لشحنات، هنا عندنا راح نحسب المجال المغناطيسي والقوة المغناطيسية لمثلاً لشحنة تتحرك في مجال مغناطيسي. هم كذلك عندنا في المحور الثالث هم كذلك، ونقدر نحسب على كل في عدة أمور يعني، وكيفية نحصل على مجال مغناطيسي منتظم. يعني راح نكون مقارنة بين المجالات بين الكورس الكهربائي وكورس المغناطيسية حتى نقرب الصورة ونوضح ونفهم المغناطيسية بشكل جيد. المحور الرابع راح يكون هو تطبيقاتها. قلنا مثل ما أكو تطبيقات للمجالات الكهربائية وفوائدها، هنا عندنا تطبيقات للمجالات المغناطيسية وفوائدها. عندنا المحور الأخير الخامس عندنا هو المجال المغناطيسي أو القوة المغناطيسية الناشئة من سلك يحمل تيار، نشوف كيفية أنه قوة مغناطيسية. والمحور القبل الأخير هو العزم المغناطيسي المتولد لحلقة داخل مجال مغناطيسي، وهذا راح تكون المحور الأساس المن لعمل المحركات أو عمل المولدات الكهربائية. وكو ظاهرة إن تطبيق لها إنه هي ظاهرة هال إفكت، راح نسلط الضوء عليها، اللي هي تجمع بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. الظاهرة يعني نحاول نسلط الضوء عليها ونفهم الكورس الأول والكورس الثاني كيفية عملية العلاقة بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. هاي تقريب كل الأمور اللي تتعلق بالفصل الأول. الآن عندنا المحاضرة الأولى، هو راح نتناول أول أربع محاور حسب الوقت، وإذا أكو وقت نضيف لنا محور الخامس وهكذا، راح نحاول إنه نلتزم بالوقت. عندنا المحور الأول هو المجال بشكل مختصر المفهوم المغناطيسي. طلاب، قبل 13 سنة قبل الميلاد، سواء كانوا الصينيين هم من اكتشفوا البوصلة، يعني ماكو ما بشكل حاسم وصلوا انه من اكتشف البوصلة. اكو دراسات انه تقول لك الصين هم من اول اكتشفوا البوصلة،
وقو هناك دراسات، لا يقول لك العرب، اكو من يقول لك الهند الى اخره. مو المهم من اللي اكتشف عندنا، بس المهم كانت اكو بوصلة بذاك الوقت انه تتحدد لنا الاتجاه الشمال او اتجاه الجنوب للي حاول يسافر او اهل التجاره الموجودين، فيساعده على تحديد الاتجاه اللي يعيده مثل ما نعرفها. هذه طلاب كانت اكو بوصله. بعد 800 سنه قبل الميلاد لا، وجدوا العلماء اليونان انه هناك حجر طبيعي يجذب قطع صغيره من الحديد، وهذا ما يسمى بالمغناطيس الطبيعي اللي احنا هسه نسميه موجود يعني بالطبيعه. فهذه الامور ما اكتشفوها العلماء، فظلت الدراسات تتوالى بين البوصله وبين الحجر الطبيعي. الان دراسات في عام 1269 قدروا يحددون انه اكو اقطاب شمالي وجنوبي، واكو خطوط تنبعث من الشمال الى الجنوب، مثل ما اكو هناك شحنات عندنا موجبه وسالبه، اذا اكو اقطاب موجبة وسالبة. وهي أكيد الدراسات كانت مترابطة بين الشحنات الكهربائية واكتشافاتها، وهنا أكو مجال مغناطيسي واكتشافاته. والعلماء تتسابق في تفسير الظواهر والحصول على قوانين تضبط أو التي تضبط بين الأقطاب المغناطيسية وحساب مجالاتها والقوة المغناطيسية. هذه هنا بالنسبة كما نلاحظ هنا المغناطيس هذا الموجود عندنا يحتوي على الشمال والجنوب. هنا عام 1750 أكو تجارب أثبتت أنه الأقطاب قدروا أنه يقول لك الأقطاب المشابهة المختلفة راح تكون في عملية تنافر تجاذب عفوا بين الشمال والجنوب، والمختلفة أو المشابهة راح تكون عملية تنافر كما تحدث بالشحنات. لاحظ الشحنات كانت عندنا شحنة موجبة وشحنة سالبة، إذا كانت راح يكون عملية تجاذب. هنا أنا لا، راح نتعامل مع شنو قطب شمالي وقطب جنوبي، راح تكون عملية تجاذب. هناك الشحنة موجبة مع شحنة موجبة في الكورس الأول الكهربائية راح يكون عملية تنافر، لكن هنا أنا كذلك إذا كانت قطب شمالي مع قطب شمالي راح تصير عملية التنافر بسبب التشابه. هاي تجارب عملية لبعض العلماء استنتجوا هذا الشيء عام 1750. فإذا هناك علاقة أو تشابه بين القوة الخطوط أو خطوط المجال الكهربائي والخطوط المجال المغناطيسي. لاحظ خطوط المجال المغناطيسي تنبعث من القطب الشمالي إلى القطب الجنوب وتدور في حلقة مغلقة، لكن هنا بالمجال الكهربائي خطوط المجال الكهربائي تنبعث من الشحنة الموجبة وتنتهي عند الشحنة السالبة، لكن لا تسير بحلقات مغلقة كما تحدث في المجال المغناطيسي. لاحظ هنا أوجه التشابه والاختلاف بين خطوط المجال الكهربائي وخطوط المجال المغناطيسي. هاي تقريبا مقدمات بسيطة طلاب، وإحنا راح نتناولها إن شاء الله بشكل مفصل في المحاور الأخرى. لاحظ هنا العلماء هنا لم يستطيعوا أن يحصلوا على قطب منفرد. لاحظ أن القطب كلما كان أكو مجال مغناطيسي وقسموه إلى قطع راح يكون لكل قطعة لها شمال ولها جنوب، وبالتالي راح تكون لا أن يصلون إلى الذرة، والذرة هم كذلك بها لو استمروا يعني قصدي في عملية القطع والتقطيع يعني بشكل نظري يصلون إلى الذرة، وهي ما وصلوا إلى الذرة يعني، لكن بالدراسات إنهم يقدرون يصلون ذرة. فبالذرة أكيد تحوي على الكترون تحوي على بروتون. هذا طلاب بالنسبة إذا كان بالنسبة إذا هل يمكن الحصول على قطب منفرد. لحد الآن دراسات لم تصل والتجارب لم تصل إلى الحصول على قطب منفرد سواء كان شمال أو جنوب، يتعاملوا بشكل معزول. لاحظ هنا أنا طلاب كيفية يعني الخطوط المجال الكهربائي بشكل عملي، كيفية يعني كيفية إنه وجودها بهذا الشكل. لاحظ هنا طلاب من خلال برادة الحديد والرسم الخطوط الوهمية، هذه الخطوط الوهمية جاية من برادة، وأكو تجارب أنتم ماخذيها سابقا طلاب مطلعين عليها. لاحظ هنا كيفية انتشارها بشكل دوائر أو بشكل خطوط انبعاث من الشمال إلى الجنوب وبشكل شنو دوائر مغلقة، وهذا اللاحظ إذا كانت عملية التنافر الموجودة. لاحظ هنا هاي تقريب كيفية رسم الخطوط المغناطيسية.
1600 فبتسلط إن عرج الضوء إنه على الكرة الأرضية إنه اعتبرت كأنه مغناطيس كبير بقطب شمالي وبقطب جنوبي. أكيد القطب المغناطيسي راح يختلف عن القطب الشمالي المعروف جغرافيا، نقول القطب الشمالي إلى الأعلى والقطب الجنوبي إلى الأسفل، لكن المغناطيسيا لا، الجنوبي يكون في منطقة الشمال والجنوب راح يكون هو القطب الشمالي مغناطيسيا نحكي عنه. فهذه هنا هذه عملية كانت إذن معناتها إنه الكرة الأرضية يحيط بها مجال مغناطيسي، تنبعث خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي مغناطيسيا إلى القطب الجنوبي. واضح هسه طلاب؟ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، لكن إحنا بالواقع يعني من القطب الجنوبي تنبعث إلى القطب الشمالي إذا جغرافيا نتعامل. لاحظينا شلون طلاب؟ هاي بعض التفاسير، وهذه لاحظينا عملية خطوط المجال المغناطيسي بشكل أوضح هذا الشكل كيفية توليده. لاحظ ينبعث من قطب الجنوب اللي إحنا نعرفه مثلا مو مغناطيسي هسه تعامل، ينتهي بالشمال. انتبه طلاب، واضح الآن شلون؟ فهذه هنا الأمور بشكل مختصر إنه تم الصيغة. هذه الخطوط المجال أو المجال المغناطيسي اللي يحيط بالكرة الأرضية أكيد لها فائدة، وهذه من العواصف الشمسية اللي قادمة عندنا من الشمس وكيفية تطرد الجسيمات المشحونة الجاية من الشمس، إنه المجال المغناطيسي هو اللي يحمينا من هذه العواصف. وبالتالي راح نشوف عملية هاي دائما نلاحظها، هي عملية الشفق القطبي الموجودة بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي. لاحظ هذه الصور طلاب، هذه الصور هاي عملية الشفق الموجودة بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي. لاحظ هذه الطلاب تتحرك، تبدون اكو فيديوهات باليوتيوب تلاحظوا وتشوفوا كيفية التحرك، هاي الجسيمات مشحونة لا تصل إلى الأرض، وراح نشوف ليش ما تصل للأرض بسبب القوى المغناطيسية اللي تحاول إنه تبعدها أو تستدار بشكل تاخذ بشكل دائري وتطردها عن تطردها باتجاهها عن الأرض، يعني تحرف مسارها. هذه تقريب بالنسبة للشفق القطبي اللي يسموه، هذه قايب الشمال. لاحظوا طلاب القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، لاحظوا طلاب هذه تتحرك بدون تلاحظوها. بعد هاي تقريب بالنسبة كان المجال المغناطيسي الأرضي. لكن الدراسات المهمة اللي عندنا عام 1820 فاراداي وهيري وأورستو اللي كانت الثورة الكبيرة في عملية توليد التيار الكهربائي من خلال حركة المجال المغناطيسي، اللي قبل اكتشفه أورستو إنه الوجود مجال مغناطيسي بحركة بوجود التيار، لكن فاراداي وهنري وبعض العلماء حقيقة توصلوا إلى قوانين تضبط حركة المجال المغناطيسي، توليد تيار كهربائي من خلال الحركة بداخل مجال مغناطيسي، وهكذا. وباكسويل كذلك أنت التغييرات اللي بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي وضع النظرية الشهيرة إليه، وكثير من العلماء ساهموا بهذا الحدود. أهم تطبيقات طلاب المجال المغناطيسي مثل ما شفناها أنه بالإضافة إلى الحماية من العواصف الشمسية الموجودة بالكرة الأرضية، هناك أيضا شنو عندنا تطبيقات يعني واقع نحن نشوفه، أنه الأقراص المضغوطة طلاب، المولدات، المحركات، هاي كلها تطبيقات مغناطيسية طلاب، يعني محرك سواء كان ماتور ماء مثلا اللي عندكم موجود بالبيت، مثلا المولدة بالداخل البيت، هاي كلها تقريبا لازم إذا ماكو مجال مغناطيسي ما تقدر تقوم بعملها بشكل صحيح، أو الماتور ماء المبردة مثلا اللي عندكم مثلا، وهكذا المروحة الموجودة، وهكذا. فبني كل أي محرك يعني سواء كان يعني محرك كهربائي أو مولدة كهربائية، هو هاي لازم أكو مجال مغناطيسي إلى تطبيق. هذا بالنسبة للتطبيقات المهمة اللي بحياتنا اليومية دائما لا نستغني عنها. هنا عندنا طلاب نلاحظ القطب المغناطيسي الكبير اللي في المعامل والمصانع العملاقة كيفية يساعده في عملية حمل الأجزاء الثقيلة مثلا أو الشغلات الثقيلة، نقلها من مكان إلى آخر، وتطور المجال المغناطيسي وتطبيقاته إلى بالإضافة للبوصلة حقيقة
هناك قطارات الآن قامت تعمل على مجال منافسي لتقليل قوة الاحتكاك وبالتالي الاستفادة من الطاقة القصوى وهدر الطاقة. واضح الآن طلاب؟ هذا طلاب أهم الأمور اللي بالنسبة اللي بشكل مختصر عن التاريخ المغناطيسية وإلى آخره. بعد الانتهاء من بشكل مختصر لتاريخ المغناطيسية، الآن إلى موضوع مهم والمحور الأول والمهم للمحاضرة هو المجالات المغناطيسية والقوى المغناطيسية. ممكن طلاب الحساب للقوى المغناطيسية لشحنة تتحرك بداخل مجال مغناطيسي من خلال هذا القانون. طلاب، قانون يساوي لنا المجال المغناطيسي يساوي لنا الشحنة في السرعة كروس هذه مضروبة طلاب في المجال المغناطيسي، مثل ما اتفقنا طلاب عملية التضليل اللي الكتاب المعتمد موجود عندكم طلاب تحملوه من الموقع، انه يضلل المتجهات، اما تضلله او تخليله بشكل متجه فوق مثلا هنا أنا. هذا الموجود معناته هذا متجه. لاحظ طلاب، يعني اذا القوه المغناطيسيه متجهه لو ما متجهه؟ اكيد متجهه، لان بما انه العمليه ضرب كروس اتجاهي بين السرعه وبين المجال المغناطيسي، فاكيد القوه المغناطيسيه راح تكون هي عمليه متجهه. إذن القوة المغناطيسية هنا تتناسب مع أربع شغلات طلاب، تتناسب مع حركة الشحنة، لاحظ، ومع كمية الشحنة اللي تحملها بالإضافة للمجال المغناطيسي. زين، والرابعة شنو أستاذ؟ الرابعة صراحة أقول لكم شنو هي؟ الزاوية طلاب. الزاوية من جت أستاذ؟ ما موجودة الزاوية هنا، مثلا ربما سائل أو طالب يسأل يقول وين الزاوية هنا الموجود؟ طلاب في عمليات الكروس صار عندكم معلوم أنه وضحوا لكم إياها سواء كان بالميكانيك أو أنا وضحتها بالكورس الكهربائية. عمليات الكروس الموجودة هنا راح تكون القيمة العددية للفي، القيمة العددية للمجال المغناطيسي في الزاوية، ساين الزاوية الموجودة بين بين المتجه السرعة والمتجه المجال المغناطيسي. يعني القانون راح يصبح لنا بهذا الشكل طلاب، بشكل القيمة، هذا مقدار القوة، مقدار القوة مو اتجاه طلاب. فإذا نلاحظ مقدار القوة المغناطيسية تعتمد على كمية الشحنة اللي تحملها الجسم المشحون، بالإضافة إلى سرعته، بالإضافة إلى المجال المغناطيسي الموجود، بالإضافة إلى الزاوية بين المجال المغناطيسي والسرعة. مثل ما هناك حددنا القوة الكهربائية باتجاه المجال الكهربائي، يعني مع المجال الكهربائي سواء كان باتجاه أو بشكل معاكس حسب نوع الشحنة، هنا لازم هم أكو اتجاه للقوة المغناطيسية طلاب. لكن اتجاه القوة المغناطيسية شوية بنوع شوية نوع من الصعوبة طلاب، ما أقول معقدة كلش بس نوع من الصعوبة، لأن هنا قاعد أتعامل مع ثلاث متجهات. بما أنه ثلاث متجهات، قوة مغناطيسية عندنا باتجاه، وعندنا سرعة باتجاه، وعندنا مجال مغناطيسي باتجاه، وعندنا الزاوية. أعظم ما يمكن من خلال هذه المعادلة، لاحظ أستاذ طلاب، من خلال أعظم مقدار من القوة إنما يكون الساين 90 أو الزاوية 90، يعني ساين 90 واحد، فنحصل على أعظم قوة. يعني لازم إذن السرعة والمجال المغناطيسي متعامدات. هذا هاي أولا. وممكن أن يكون القوة المغناطيسية تساوي صفر، تساوي صفر، عندنا عدة حالات طلاب، مو بس شو اسمه، بس احنا هسه قاعد نحكي على الزاوية. عندما تكون الزاوية صفر، يعني عندما يكون المجال المغناطيسي سرعة الجسيم المشحون باتجاه المجال المغناطيسي، هذا راح يعطينا صفر القوة المغناطيسية. أو بشكل معاكس هم يعطينا صفر. لاحظ هنا، هاي بالنسبة للزاوية. وإذا أما الحالات اللي تكون القوة المغناطيسية تساوي صفر، إذا أربع حالات. شنو هن الأربع حالات؟ لازم أن يكون هناك جسم مشحون، هاي أولا. يعني حركة إذا حركة أي جسم بدون شحنة فماكو قوة مغناطيسية، هاي أولا. ثانيا لازم أكو حركة، لا يكفي بس جسم مشحون وساكن. يعني السؤال يطرق هنا،
يعني اذا جسم مشحون وساكن بداخل مجال مغناطيسي شنو معناته؟ اكو قوه مغناطيسيه؟ لا ما اكو قوه مغناطيسيه، تساوي صفر. لازم اكو حركه. لاحظ هنا طلاب، هذا الفي، هذا سؤال بعض الطلبه سالتهم انا بيه، تدروا اكو منهم يجاوبون واكو منهم بس مجرد طبق القرار، بس كون لازم تفهموه طلاب. لاحظ هنا ان المجال المغناطيسي، لاحظ هنا بي المجال المغناطيسي، لازم اكو وجود مجال مغناطيسي. ما يفيد انه جسيم مشحون وعنده حركه لكن داخل ماكو مجال مغناطيسي، فبالتالي راح يعطينا ايضا يعطينا صفر، وهكذا بالاضافه الى الزاويه. واضح؟ حتى لو كانت انه الجسم مشحون يتحرك بداخل مجال مغناطيسي، كل الشروط موجوده، لكن يتحرك باتجاه المجال او بعكس اتجاه المجال، فاكيد الزاويه راح تكون هي هنا ساين ثيتا يساوي لنا صفر. اوكي، هاي بالنسبه هذه الاشكال توضح لنا لما هو موجود بهذا القانون. لاحظوا هنا طلاب، هذا هنا يعطينا قوه مغناطيسيه صفر، لاحظ هاي تساوي صفر، وهنا اعظم ما يمكن عندما تكون حركه الجسيم المشحون بشكل متعامد مع المجال المغناطيسي. اذا القوه المغناطيسيه نلاحظها تاخذ بالاتجاه متعامد عليهم على البي والسرعه، يعني على المجال المغناطيسي وعلى سرعه المجال المغناطيسي. واذا تحرك بزاويه فاكيد راح ناخذ المركبه العموديه فقط اللي تدخل بالحسابات. لاحظ هنا شلون طلاب؟ فهنا اذا نقدر نحددها من قاعده اليد اليمنى اتجاه القوى المغناطيسيه. شويه انتبهوا لي طلاب على قاعده اليد اليمنى. كثير من القواعد موجوده، ربما طالب يسال الاستاذ واي اكو قواعد، يا قاعده اللي نستخدمها؟ لاحظ طلاب، هي اي قاعده هي تؤدي الغرض، ماكو مشكله، بس تكون انت تعرف شلون تطبقها. لاحظ هنا طريقه البرمه هنا مطبقها. يقدر يستنتج القوة المغناطيسية بحيث انه لفة الاصابع تكون من حركة السرعة باتجاه المجال المغناطيسي. لاحظ هذا البرم الاصابع بهذا الشكل، فاكيد اتجاه الابهام وين راح يكون؟ اتجاه القوة المغناطيسية. تقدر تطبقها على اي مبدأ بهذا الطريقة، لكن الطريقة المشهورة بشكل يعني اسهل نقدر نعتمدها هي بهذه الحركة. طلاب لاحظوا هذه الحركة، هذه السبابة تكون باتجاه السرعة، وهنا الاصابع او احد من الاصابع تقدر تخليه باتجاه المجال المغناطيسي تخليه، فراح يكون اتجاه الابهام يكون اتجاه القوه المغناطيسيه. هاي تطبيق قاعده اليد اليمنى طلاب. زين استاذ، هنا شنو معناته هذه الدائره ونقطه والاكس؟ طلاب هاي بما انه احنا الصفحه نتعامل بها بعدين، وهذه هنا قاعده اليد اليمنى نطبقها بثلاث ابعاد، فلازم نوضح انه نتعامل مع ثلاثة ابعادها، يعني في الشكل يعني خلينا نقول توضيحي طلاب. الكتاب معتمد انه اذا لقيت بهذا الشكل مجال مغناطيسي او سرعه بهذا الاتجاه، يعني دائره ونقطه، معناته تكون شنو؟ خارجه الى الصفحه، خارجه الى الصفحه، يعني الصفحه كانه الورقه عندك امامك، تخيل انه اكو خطوط مجال مغناطيسي تكون مثلا خارجه الى الصفحه. لاحظ هنا، لاحظ هنا هذا الاصبع طلاب، لو تلاحظون هذا الاصبع خالي له دائرة مع نقطة، معناته شوف اتجاه المجال المغناطيسي باتجاه الناظر أو خارج الصفحة. واضحة الآن شلون المقصود شنو طلاب؟ أما إذا الإكس تلقاه راح نشوفه خلال التطبيقات، إذا هاي الإكس معناته شنو؟ راح تكون خطوط المجال الكهربائي أو السرعة أو القوة المغناطيسية داخلة إلى الصفحة. يعني خلينا نقول عكس اتجاه الناظر مثلا، يعني أو باتجاه الناظر مثلا داخل الصفحة. شلون تفسروها؟ يعني هذا الاكس لاحظوا طلاب كانه خطوط تدخل الى الصفحه، تدخل. اما الدائره والنقطه تخرج الخطوط المجال المغناطيسي تخرج من الصفحه. هاي تقدرون راح نتعامل بها، لازم هاي ملاحظه جدا مهمه طلاب، لازم لان اكثر الامثله والتطبيقات راح تكون بهذا الشكل. هذا بالنسبه لقاعده اليد اليمنى.